يوجد معنا على المباشر من أمام مبنى المجلس الدستوري موفى تلفزيون النهار إلى هناك مصطفى تونسي، إن كنت معنا مساءك سعيد. نعم، أنا أسمعك جيدا ناصر. ما الجديد هناك مصطفى؟ نعم، أنا معك زميلي ناصر. نحن تفضل. متواجدون أمام مقر المجلس الدستوري، ويعني كما سبق وأن ذكرتم، بعد أكثر من 17 يوما حال المجلس الدستوري رأيه المعلل، كما سبق أن أخطره وفي الوقت الذي سبق وأن أخطر من طرف رئيس الجمهورية غداة مجلس الوزراء الذي انعقد في 11 جونفي الفارط. الجديد هنا أيضا أنه بعد صدور هذا البيان، بيان المجلس الدستوري والذي تحدث ألا يكون هناك تعارض في المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان ولا تحد منهما، أيضا تحدث أيضا البيان عن كيفية التوازنات في السلطات لدى المؤسسات الدستورية. طبعا هذا هو أهم النقاط التي تحدث عنها بيان المجلس الدستوري، وبذلك سوف يعني يحال وثيقة الدستور على البرلمان للمصادقة عليه، حيث سيخطرهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمصادقة على هذا المشروع. طبعا شكرا جزيلا لك مصطفى تونسي موفى تلفزيون النهار إلى مبنى المجلس الدستوري، شكرا. شكرا لك مصطفى تونسي.